هل الزواج من حبيب المراهقة واجب؟ هالموضوع رح نتناقش فيه نحن وأخصائي بالإرشاد والتوجيه العائلي والزوجي دكتور رائد ملحم. عفوا محسن مش مشكلة. محسن عفوا دكتور، بالبداية كثير مبسوطة إنه هاللقاء رح يجمعنا، وأنا عادة بستشيرك بالسابق. دكتور، هذا الموضوع كثير بينطرح، وأوقات بنحس حالنا إنه واجبات عم نكمل بالعلاقة خاصة نحن وصغار، شو السبب؟ يعني لما نقول انه حدا بسنين مراهقه بكون في علاقه حب، عم بيتواعدوا مع بعضهم، ممكن تبلش بال 15، ممكن تبلش بال 18، بال 17، المرحله الثانويه او المرحله الجامعيه. بصير في نوع، خاصه اذا امتدت يعني استمرت لسنوات، عم نحكي نحن انه مرحله ثانويه 17 سنه، فاتوا على الجامعه، يمكن على نفس الجامعه، يمكن على غير جامعه، لكن بعضهم سوا وتخرجوا من الجامعه اثنيناتهم، طيب صار عمره 21، بلشوا بال 17، طيب وبعدهم هلا. شيء كثير منيح وصحي اذا كان علاقتهم ما زالت تنمو معهم، هالعلاقه تنمو معهما ومرق عليهم اشياء حلوه واشياء مره، بكون يمكن يكونوا انفصلوا عده مرات ورجعوا لبعضهم، في معاناه بالعلاقه، وقرروا انه بعمر ال 27 28 اللي هو وقت قدروا يتزوجوا انه يتزوجوا. فاذا اثنيناتهم عن قناعه بتزوجوا، واثنيناتهم حللوا شو صار معهم بالعلاقه وعن وعي. هون عم نحكي عن فتره طويله بقيوا سوا. صحيح. او صار في تركوا. صحيح. هلا لما ينفصلوا، عاده لما ينفصلوا يرجعوا بينفصلوا لفتره قصيره وبيرجعون. هلا قله منهم اللي بينفصلوا لفتره سنتين ثلاثه وبيرجعوا، وفي هيك شيء، بس احنا عم نحكي عن اللي بعدهم سوا. طيب هذا شيء كثير منيح، اللي انا المثل اللي اعطيته او الحال اللي اعطيته، نحن عم نحكي هلا عن حاله ثانيه، انه مروا يمكن باشياء لكن صاروا بعمر بالساعاتهم يتزوجوا من الناحيه الماديه ومن الناحيه العمريه، يعني صار عمره فوق ال 25 لكن يا اثنيناتهم يا احدهما عم بتزوج فقط لانه لازم يتزوج، لانه صار لي معه من انا وعمري 17 وانا وعمري 16، وهلا صار عمرنا 27، صرنا 10 سنين، في كتار بنعرفهم انه كنا 10 سنين سوا ما نتزوج. طيب كثير منيح اذا كنتوا بينطبق عليكم الحاله السابقه انه عن قناعه، لكن ما عن مجبور. مجبور اتزوجها، مجبوره اتزوجه، لا انت بكون في الشعور باني مجبور ان اتزوجها. لما يكون اخلاقيا ملتزم وماري بحالة زهق وضجر وعارف انه حالة الحب، هلا دائما حالة الحب لا تبقى على ما هي عليه، لكن ما في درجة حب، مستوى حب كافي ان نتزوج، يعني الواحد بيقول انه لما تزوجنا كانت حالة الحب ودرجة الحب مستوى عالي جدا، هون لا، عم يتزوجوا حتى لو كان حالة الحب 18 19 مرتفعة، هلا ليست على ما هي، على ما كانت عليه. طيب وهي من ناحية يعني في عائلات محافظة شوي تنضر الفتاة خاصة من انه عائلتي محافظة، ليه؟ لانه مع انه هي ما فيها شيء غير اخلاقي، اذا بطلت معه وبالمستقبل صارت مع شاب اخر، لكن بتحس حالها انه انا صار لي معه 2 سنين، الناس شو بدها تقول، وقبل الناس مجتمع. قبل المجتمع والناس، الماما والبابا شو بدهم يقولوا، خاصة إذا كان حبينه بحبوه صار مثل ابنهم، إذا كان صار له 10 سنين وبنتهم صار مثل ابنهم. ومن صغار بلشوا صار. من صغار صحيح، ونفس الشيء رفقاتهم، يي نحن ما فينا نتخيلك بدونها، أنت ما فيكي، يعني في البير بريشر، في ضغط الأطراب والأصدقاء المباشر وغير المباشر، إنه بالنسبة لنا أنتم واحد من أنتم، من نحن بالثانوية. بقى هالضغوطات غير مباشرة من المجتمع والعقلية المحافظة اللي منا غلط، لكن يجب ترجمتها انه العائله المحافظه لا تعني انه بنتي تلتزم فقط مع شاب طيله فتره حياتها، خاصه اذا وصلوا للحاله اللي عم بقول عنها انا من الضجر والزهق. يمكن انا قلت استعملت كلمه ان ينمو، ان تنمو العلاقه بيناتهم. طيب هذه العلاقه عندما تنمو، بركي هن كل واحد منهم تنمو تتطور، بركي كل واحد منهما تطور باتجاه مختلف بالحياة، بالأهداف، بالطموحات، باللي بدك. طيب كيف أنا بعدني أنا نفسي، أنا عمري 17 18، هلأ أنا عمري 26،
هلا يمكن يكون بطلت انا نفسي ولا هي نفسها، لكن طورنا بنفس الاتجاه مش غلط، لكن باتجاهين مختلفين. التزم انا اخلاقيا لانه بعرفها من اي عائله، وعائلتي نفس الشيء يمكن تكون، يعني هي اللي عم نقوله انه بعدين شو بصير. يعني انا بعمر منتصف 30 وهي منتصف 30 وصرنا هلا 8 سنين 9 سنين مزوجين عن زهق وضجر. مزبوط، بس هو الحب على صغر بكون مزبوط؟ كل حب هو مزبوط، العمر 4 سنين هو مزبوط، وبعمر 7 هو مزبوط، و13 مزبوط، كل عمر له. بس كان الكوبل مش مارق بتجارب ومش فايت بعلاقات تانية. ايه صحيح مزبوط، يعني انه هلا في كتار ما فرق ما فاتوا بتجارب وعلاقات تانية، وما بتعرف غيره وما بيعرف غيرها، وحياتهم كتير سعيدة، وهن اللي عمرهم الخمسينات والستينات وماشي الحال. يعني بس بيقولوا كمان سبب الخيانه بالكابل ممكن هعمل في هيك وفي هيك، يعني ممكن يكون مثل ما انه لانه هن مش عايشين حياتهم. ايه ممكن بقى تصير هو بال40 او بال38 انه يصير يقول انا بتطلع هيك يقول انه طب رفقاتي كلهم مرقوا بمغامرات هن بعمر 19 و21 لن امر بها، كنت معها وهي هلا زوجتي، بصيروا بده يرجعوا يعيشوا حياتهم. ممكن العكس صحيح كمان، هي تقول انه انا يعني يمكن تتحرر من العقليه المحافظه تبعها، أما بدي أقول تتحرر، بدي أقول كأنها كانت أسرتها، لكن بدي أقول أنه تغير عقليتها المحافظة وتقول أنه ما بعرف غير شاب وبحب أنه أختبر. بقى لذلك الخبرة ما معناتها الخبرة الجنسية فقط، هي خبرة الأولى مراحل أو عمر العشرين، خبرة الناس بالعمل، يعني بساعتها أن تختبر الرجال تناول الفنجان من القهوة ما أعرف وين، وتتغدى مع حدا، زملاء العمل تحتك فيهم أكثر، ما تفتكر أنا ملتزم بعلاقة عاطفية معناتها ليس باستطاعة أن أتعرف إلى رجال آخرين، طب لكن ما بتعرفي غيره. بس لما نجي لما واحد يحكي هيك كأنه عم نقول تركيه واختبري عاطفيا وجنسيا ربما رجل آخر، وهو ليس الاقتراح. الاقتراح أنه هل أنت تختبر النساء بحياتك غير أمك وأختك وغير صديقتك شريكتك؟ هل أنت في بحياتك نساء؟ أقول يجب أن يكون هناك نساء بحياتك تتعرف عليهم، بدك تعرفي مين اللي عنده طموح مين ما عنده طموح، مين المهضوم والسائل ومين بهالمعنى بدك تختبر الرجال. فإذا كان الالتزام يعني ألا أتحدث مع الجنس الآخر، هون يرجع مفهوم الالتزام بالعلاقة العاطفية، انه انت ما في خيانه اذا تعرفتي على شباب اخرين، ما في خيانه اذا تعرفت على، خاصه من ضمن مشاريع الصداقه والمجموعات الاجتماعيه التي ننتمي اليها. فهون بنقول انه صار مجبور هو بال 27 28 يحس حاله مجبر ان يتزوج من شريكته اللي كانت بعمر 16 شريكته. بس كلمه مجبور مش لانه عن قناعه، مثل ما قلنا عن في حال صار في علاقه جنسيه بسن المراهقه مش لازم ينجبر يكون معه بعلاقة ويتزوجها. هلا إذا صار في تواصل جنسي بسن المراهقة أو بأول أو بالعشرينات، يعني إذا كان صار عمرهم 17 18 وكانوا سوا وفي علاقة جسدية في علاقة عاطفية وصار في علاقة جنسية كاملة بعمر 16 17 18 15 أو ب23 ممكن إنه يكون نرجع كمان لكلمة محافظة بيعتبر حاله ملزم بهالزواج، علما أنه في كتار مفهومون للجنس ما قبل الزواج تغير بمجتمعاتنا بالعالم العربي. بس عم نحكي هلأ بالنسبة لسؤالك، أي ممكن يكون كتير يكون هذا سبب، هي بتحس حالها أنه أنا لم أكن لأمارس معك جنسية علاقة جنسية كاملة لو ما كنت أنا عارفة أنه ما نتزوج 100%. هون بيصير كمان هو عليه ضغط، بس نفس الوقت هيدا الضغط أنت عارفه أنه مزبوط، هي لم تكن لتمارس معك علاقة جنسية لو ما كنتوا حكيم بالزواج. بقى إذا كان هي هيك تفكيرها وهيك نمط حياتها أنه أنا لا أمارس جنسيا إلا مع زوجي أو الذي سأتزوج منه، معناتها أنت هون كان مفروض انه هلا طبعا يمكن يقول انا عم تسالني انا وعمري 21 او عمري 19 شو كان مفروض، هلا عمري 27 القصص تغيرت في يتهرب. ايه صحيح انه مجبور. ايه صحيح، بس ايه صحيح انه كنت انت مفتكر حالك بدك تتزوج ما كذبت عليها، طب هلا تغيرت الامور. لذلك التوجه هو لهالشباب والصبايا انه كل واحد حر يفكر مثل ما بده.
حر تفكري انه تغيري شريك كل ست اشهر كل اربعة اشهر وتمارسي جنسيا مع اللي بدك، انت حرة. بس عبقول لما تكونوا ملتزمين والالتزام تبعكم اخلاقي انه اذا صار في ممارسة جنسية معناتها هذا الرجل سيكون زوجي، هذه الفتاة ستكون زوجتي، هون بدهم يفكروا اكثر ما اكثر ما بفكروا حاليا، بفكروا لقدام بعدين، يعرفوا امثله نماذج امامهم انه معقول حدا يكون صار له ست سنين سوا وبعدين ما يتزوج؟ الجواب ايه معقول. اذا بما انه معقول وبما انه عندك اياها مساله كبيره الممارسه الجنسيه، معناتها انه ما مفروض تمارس جنسيا، ومفروض انت تمارس جنسيا اذا عن جد تحترمها، بالمعنى انه وعدت فيك توفي بوعدك انك تزوج بعدين، وامامك نماذج انه صار له سبع عشر سنين وبعدين انفصلوا. اذا كنت عارف انه المساله الجنسيه لها هالقد مهمه، ما عم نقول كذبت عليها ولا انه مثل ما بقول اكلت الضرب، انه لا، انه الحياه فيها انفصال وفيها تناغم وفيها تلاحم. اذا كان حدا عنده المساله الجنسيه مساله قد تكون عائق بالبريك اب بالانفصال، معناتها عليها وعليه الا يمارس الجنس. هلا واحد بيحكيها بطريقه سهله، لكن لما يكونوا بقلب العلاقه اصعب، لانه بيفتكروا انه ما معقول نحن نترك، ما معقول نحن ننفصل. يعني اذا بتسال، يعني مش اذا بتسال، انا سالت يعني اوقات بسال الطلاب الجامعيين انه قد ايه بتفتكروا نسبه انه انتم تتزوجوا؟ بكون عمرهم 20 19 21 وحاله الحب عندهم يعني من اللي يحسدوا عليها، بتطلع عليهم لابقين لبعضهم كوبل حلو ثنائي بيعملوا، اثنيناتهم باكدوا انه ما في مجال ما نتزوج، اكيد رح نتزوج. بعد سنه او سنتين بيكونوا انفصلوا عن بعضهم، وهيدي حاله عاديه. هلا اذا كانوا هودي اللي عم بحكي هالمثل عنهم، اذا كانت هي خاصه الفتاه في مجتمعاتنا تعلق اهميه على ممارسه الجنس على الممارسه الجنسيه، ما في يكون عندك هالقناعه هيدي انه تتزوج ولا قد كثير، ولذلك انا سمحت لحالي ان اتمادى الى الاخر جنسيا، وبعدين تكوني انت محافظه انه لا انا شو عملت. هلا اذا بدنا نحكي انه عم نقول انه هي راحت عليها في حال هو ما رجع تزوجها، وفي حال تزوجها وهو ما طلع عنده مشاعر تجاهها، اياها كبيره رح تكون عليها اكثر، او يمكن هي بطل عندها مشاعر بحبها، اما لقى تنفصل عنه لو صار مع علاقه معه قبل الزواج. عم تقولي او بعد الزواج؟ قبل الزواج يعني احسن تتزوج وهو بطل يحبها، اما تتركه. انت انا اجاوبك على سؤالك، لانه هو يجوز انه كمان العكس يكون صحيح، انه هي بطل عندها مشاعر تجاهه، بس خلينا ناخذ المثل اللي اعطيتيه انه بحكي عن الصبيه اللي عملت علاقه مع صحيح. الشاب وخايفه انه يتركها صحيح. كرمال العلاقه صحيح، انه هلا طبعا هذا الشيء راجع لها انه قد ايه معلقه اهميه على المساله الجنسيه. لكن لا اكيد بدك تعيشي مع حدا، بدك تتزوجي من حدا وتعيشي معه، اذا عمركم 28 27 الانسان بيعيش ل تنقول ل 87 90، هلا ممكن يصير اشياء ثانيه بالخلال الحياه، لكن بشكل عام انه بدك تعيشي 50 سنه مع حدا لا يكون لك المشاعر، انه نضلنا نتذكر المشاعر بسن 19 و20 هن الوقود، هن بيشحنوا بطاريه لايمتى؟ ما كثير، ما بيشحنوا بطاريه لكثير لسنوات مقبله. بقى هون بدها ترجع انه مش غلط الاستشاره، هون بتجي الاستشاره. الدعم بدها دعم اجتماعي ونفسي وارشاد، انه الممارسه الجنسيه يجب على الممارسه الجنسيه الا تكون سببا للزواج منه، مهما كانت التغيرات، ان كان هو بطل لا يكون لها المشاعر ذاتها، او ان كان هي لا تكون المشاعر ذاتها لإله، او انصدمت ببعض سلوكه، الانسان بيتغير بسلوكه، ممكن يكون سلوك غير اخلاقي، شو ما كان السبب لا يجب ان يكون الممارسه، لا يجب ان تكون الممارسه الجنسيه عائق بانه بالانفصال. يعني حب المراهقه برايك ممكن يكمل وممكن كمان ممكن كثير حب المراهقه؟ ايه، ما في كثير نماذج، ما هو في كثير نماذج امامنا حبوا بعضهم بالمرحله الجامعيه او المرحله الثانويه وتزوجا، وهلا بعضهم حبيبين والمشاكل اللي عندهم اياها ممكن انه تكون موجوده عند كل الازواج، مش بس عندهم. طيب يعني الزواج بسن المراهقه؟ لا، هون صار الزواج، عم نحكي عن الزواج المبكر. مبكر؟ لا، الزواج المبكر يعني ما بعد ما تكونت شخصيه الانسان، لا للشاب ولا الصبي ولا اختبروا الحياه، لذلك بنقول انه عاده ايه يعني هل صار في عندها هي كفتاه اختصاص جامعي ومهني
وإن لم يكن هناك اختصاص جامعي في مهنة عندها تدربت بمجال عمل ما أن تكون مستقلة يوما ما ماديا في حال وفاة الزوج، أو كي يحترم قرارها في المنزل هل عندها استقلالية مادية واقتصادية، أو ستكون ما بنقول عبئا عليه لكن بتكون تابعة له، لأنه اللي عنده المحرك اللي هو المال المصاري بحرك العلاقة. لكن هناك نماذج أخرى أنه المرأة لا تعمل خارج المنزل، هو يعمل لكن هي تدير الحالة الاقتصادية والمادية والميزانية تبع البيت. مش غلط، بس ما فيك تعولي على الشيء هيدا. فرضا هو من هالنوع أنه ميسورين ولم أشعر يوما أنه أنا غير منتجي، لأنه ما خليني أحس المصرياتنا المصاري اللي هو بدخلها لألنا اتنيناتنا، وصار حادث ما ولم يعد على قيد الحياة، شو بتعملي؟ بعد عن أنه لما عندما تعمل المرأة قبل سن 25 تنمو بكل الاتجاهات المختلفة الحياتية المختلفة، قرارها يصبح قرارا صائبا أكثر باختيار الزوج. ونحن هلأ بمجتمعاتنا عم نشوف كتير بعد زواجات مبكرة للأسف. يعني هذا لا طبعا في حدا بيقول انه تيتا تزوجت كان عمرها 16 ذاك زمن وهذا زمن اخر. دكتور رائد محسن، نحن بنتشكرك على اللقاء، واكيد رح نبقى نحكي بمواضيع ثانيه بالحلقات الثانيه. شكرا مشاهدينا، رح نتوقف على بريك صغير وبنرجع.